ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده فكره الفيديو انقلاب على احمد. انا خلاص زهقت بقالي شهر يا جماعه ما بنزلش من البيت، وهو كل يوم انا نازل مع فلان، انا اصل انا خارج، انا رايحه اقعد في كافيه في كفر الزيات، وانا ما بشوفش الشارع بجد، قاعده مع ابني الولع عمال يعيط، ايه ارضعه؟ اغير له؟ احميه؟ خلاص اتخنقت بجد من البيت، انا النهارده يا قاتله مقتوله، لازم انزل. فانا دلوقتي هخش له واشوف بقى يعني اخره الحوار معاه. احمد بقول لك ايه، فوقلي كده بقى عشان ايه؟ انا لابسه وعايزه بس انا لسه شايفه بعمل حاجه مهمه دلوقتي. ماليش دعوه، سيب اللي في ايدك. انت اصبري 5 دقايق بس. مش عايز اصبر. شغل، بعمل شغل والله العظيم هيجيب فلوس. شغل ايه؟ هشرحها لك دلوقتي، هو بس ثانيه واحده بس. لا اتفضل اشرح لي، اتفضل. شتي نفسك تتعلمي حاجه جديده وبسيطه وتكسبك فلوس كتير. ازاي بقى الكلام ده؟ ممكن تقدري تعملي دوت من عن طريق منصه اولمب تريد. بص هو الكلام جميل بس انا حاساه مش واقعي بصراحه، انت اكيد بتضحك عليا. اولمب تريد عامله مركز مساعده مليان فيديوهات قصيره وبيشرحوا فيها تفاصيل كتيره جدا عن ازاي ان انا اشتغل على اولمب تريد واقدر ان انا احقق ربح كبير جدا منه. احلى حاجه بقى في اولمب تريد ان هو حلال بنسبه 100%. تمام، دي حاجه كويسه جدا. انت عارف انا اهم حاجه عندي الحلال، وان انا ممكن استخدم فيه الاحصائيات والمخططات اللي فيه عشان اقدر اعمل صفقات ناجحه ومربحه بالنسبه لي. بصي يعني انا هوريكي دلوقتي بطريقه عمليه ازاي انا بتداول وبكسب من اولمب تريد. دلوقتي هفتح التطبيق وبعدين هنتقل لمركز المساعده. في كتير من مقاطع الفيديو بتشرح ازاي استخدم استراتيجيات التداول. بس انت ازاي هتقدر تكسب فلوس من الكلام ده؟ زي ما انت شايفه دلوقتي هشغل الاستراتيجيه المجانيه اللي اسمها الانزلاق على المتوسطات. تمام، فالخط الاحمر لما يعدي الخط الازرق من فوق بفتح صفقة صعود، ولو كان العكس بفتح صفقة هبوط. اثبت لك يا عم، اثبت لك، وريني. ماشي، دلوقتي زي ما انت شايفه كده انا هدخل 4000 جنيه. تمام ماشي، وهستنى خطوط ما تعدي. الصفقه دي هتبقى ايه؟ صعوديه. تمام. ايه ده، كسبت 3000 جنيه على 4000 جنيه؟ كداب. اه والله اهو. انت تخرجني بقى. استني بس، ثواني، في حاجه اخيره بس انا عايز اقولها للناس برضو عشان يستفيدوا منها. بصوا يا جدعان، اولمب تريد عملت للشوارجيه مخصوص اللي بيتابعوا القناه عندنا ان هم هينزلوا من الرابط اللي تحت دوت حساب تجريبي فيه 10 اضعاف الفلوس اللي بتبقى في اي حساب تجريبي تاني. وبعد ما تتدرب وتتعلم كويس جدا ازاي تتداول من خلال الحساب التجريبي، هتبدا ان انت تتداول بشكل حقيقي. هتستخدم الكود اللي هتلاقيه تحت في الديسكريبشن ده. الكود دوت هيخليك اي فلوس هتحطها على الحساب الحقيقي اللي انت هتشتغل عليه هيزيد بنسبه 30% لو استخدمت الكود اللي موجود تحت في الديسكريبشن. يلا تقدر تنزل التطبيق وتبدا تداول. خش على الفيديو. بص يا جدعان، بامانه الله يعني بعد التفكير، واحنا بصراحه بقى لنا كتير قوي ما سافرناش ولا خرجناش ولا كده، تقريبا من شهر العسل يعني ما بنعملش اي حاجه غير الشغل والولد بس بصراحه يعني. فانا خلاص قررت ان احنا خلاص، وبصراحه معزوز لو مشيت فانا مش عارف اخد بالي من الولد. مش مشكله يعني، يوم في الطاير وخلاص مش مشكله، وهنصرف كام الف كده وخلاص. ماشي صح يا معزوز؟ صح، انت كده راجل تمام بصراحه يعني. هو ده الصح المفروض يتعمل، فاحنا هنعمله باذن الله. التجهيزات بقى المعزوز، بس اهم حاجه تاكلي الولد بس وتغيريه عشان بس البامبرز بتاعه ريحته وحشه. في ثانيه، في ثانيه، بص ريحته وحشه جدا، ريحته وحشه. حسسه حسسه، نخرج بره بار. حس حس حس، سيب السلك يا ولا، سيب السلك بقول لك، سيب السلك بقول لك. بص لا لا لا، خد السلك. اتفضل اتفضل، بس تاخد السلك بتاع امنيه. لا السلك بتاعك انت، السلك بتاع ماما امنيه. الزوز الزوز، خد السلك بتاع، ممكن تسيب السلك بتاعك. هو بيحب ده؟ لا لا، هو عايز ده. وده الشكل النهائي يا جماعه بعد ما لبس الطقم الجميل. ارجو ان انت ما تتخضش يا عزوز من صوتي، معلش انا اسف. الله الشياكه والاناقه، الله ولا عزوز ايه الشياكه دي؟ ولا انت عايز تبوس بابا؟ انت عايز تبوس بابا ولا؟ بصوا يا جماعه، دلوقتي انا جهزت كل ما سوف نحتاجه من ادويه ومعدات وحاجات عايز، عشان ما يعرفش يقول لي بقى انت لسه ما خلصتيش وما يسفرنيش. لا يا حبيبي، بقول لك كده انا فايقه لك قوي. خلاص يا جماعه، دلوقتي هنبدا نتحرك. نشوف بس نروح صيدليه كده الاول، عشان عايزين شويه لبن كده، شويه لبن وبامبرز لعز كده. احنا هنقعد اغلى من عزوز عشان نجيب له. لا 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 يا احمد، انت راضي عننا قوي النهارده، حياة ربنا. لا ده راضي عننا جامد يعني. الله يجيب نتيجه. بس البامبرز ماس كام بس؟ 4. لبن 2. احلى بامبرز واحلى لبن. اللبن هو ايه؟ هيرو بيبي. هيرو بيبي ماس 2. بامبرز بقى 225. هنخش نفول بقى العربية ونشوف هندفع كام في البنزين دلوقتي. يا رب توب علينا بقى من القرف ده يا رب. ايوه يا ريس. لا اس حالة سبات، سبات عميق. بصوا يا جماعه، بما ان التوقيت
كنت شايف العربيات اللي قدامنا دي، النمر بقى دي، النمر بتاعت العربيات، في جنبها حروف، احنا هنصور الحروف بالدور بقى. انت لازم تكون اي كلمه من ثلاث حروف. بص العربيه دي ب لام صاد. ب لام صاد. صلب. ايه صلب ده بقى؟ صلب صلب صلب. صلب صلب. ماشي. بصل. ماشي. بلس. طب انت تفتح بلس 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 زائد بلس. ماشي بس ده بالانجلش، هي اصلا بالعربي يعني. ماشي. عين ت قاف. يبقى قابليني لو عرفت تجيبي بقى كلمه بالعربي. عين ه قاف. عقه. عقه. زي عته كده. ما هو ده عته اللي انت بتقولي ده عته. طب يا احمد ما لا انت انت لقيت لي عربيه صعبه. خسرتي. لا والله لا انت لقيت لي عربيه صعبه. اه فهمي بس اللي هيخسر في اللعبه ديت هيعزم التاني على فطار وانت خسرتي كل اللي خلاص. ماشي طب هنقول لك واحده ثانيه يعني خليها من ثلاث مرات. ايه؟ ايه عنجي. يلا. عجب. ماشي. بجع. لا لا يا احمد. ماشي. جعب. يا معلم جعب. يا معلم جعب جعب. ايه جعب ده؟ كلمة جعب. ايه جعب يعني ايه اصلا؟ جعبته في جعبته مصاري مثلا او في جعبته جعبة جعبة. ماشي يا جماعة جعب. خلاص يا عم نقلي بقى عربية. ماشي نقلي عربية. ب واو الف. ياه. ب واو الف. ب واو الف. اه. ابو؟ ابو المغني ايه بقى؟ ابو ماشي. ايه؟ ابو مفيش حروف مفيش كلمات تانية. بقول لك ايه سيبني اخد فرصتي. خدي فرصتي. بو. والله العظيم انت مستنى عارف انا حاسب يعني اشتراك بيقول لك ده تعال بو بو دي ما اعرفش. لا والله العظيم بقول لك ايه خسرت كده الجوله الثانيه. ماشي هين قرشك ولا هين نفسك انك تفطر يعني في كام يعني هجيبك في الدور. ماشي مش عارف انت لا انت احمد اكتر حاجه بيحبها من هنا القرص. ايوه ايوه هات لي المركبه اللي زي دي. هو كتير بس مش انت خسرتي في تحدي. هو كتير بس ماشي فيه. لا يا حبيبي مش الكلام ده. قرص شويه قرص شويه عسل اسود شويه عسل ابيض. هو عسل اسود بس شويه جبنه قريش وقشطه دلع الدنيا شويه فطور بس كده فطرش بس عشان نظبط الدنيا. مفيش واحد يعرف يكمل سواقه. امسح لي العربيه بتاعتي كويس يا حبيبي. انا عايز كام 5 جنيه. خد 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 تعال تعال يا كابتن. تعال بس يا جدعان زي ما انتم شايفين كده احنا وصلنا الحمد لله بالسلامه للمعموره. البحر ورانا اهو. اتوقع دلوقتي افجر فيديوهات تيك توك. ياريت لما تخش على تيك توك تتفرجوا عليها. سعيد يا جماعه مستمتع معانا. انت مستمتع معانا يا زوزي؟ انت مستمتع معانا؟ جامد موت بقى. مبسوط بالهوا؟ انت مستمتع معانا يا احمد؟ مش قادر من كتر الاستمتاع. لا يا جماعه بجد الجو تحفه تحفه. انت ايه مش هتدخلنا عند البحر ولا ايه؟ معيش معيش خلصت فلوس خلصت. شفت ابوك؟ ابوك مش راضي يدخلنا البحر. انت فاهم الكلام ولا ما انتش فاهم الكلام؟ فاهم؟ ماشي انت كمان شويه ترد عليا؟ انا همشي واسيبكم انتوا الاثنين. ودلوقتي يا جدعان رحنا حديقه حيوانات الاسكندريه. التذكره ب 5 جنيه فرد ب 5 جنيه يا جدعان. والله العظيم انا ما اعرفش حاجه ب 5 جنيه اصلا في الزمن دوت غير تذكره حديقه الحيوانات. مش فاهم ازاي ب 5 جنيه لحد دلوقتي والعربيه ب 10 جنيه. يعني انا عديت كلنا على بعضنا كده بالشقله دي ب 20 جنيه. يا معز بص عليا. ها هات سمك من عمو ده عشان اكله. عايز تاكل ايه بقى؟ هيرضى يديني سمك؟ ايه ده؟ ايه ده بسرعه اهو. ستة ما تديهمش كلهم مرة واحدة. ما تديهوش كل الأكل. تخليهم ياكلوا من إيدي؟ أيوة نديلهم يلا. رجع تاخد إيه؟ يا بنتي مش كل مش كله. عايز تاخد مني. قربي بس من قربي هناك قربي هناك. لا تاكلها من ايدك والله. والله تاكلها من ايدي. خليكي ثابته زي ما انت. انا خايفه والله. هتكلم انا. خد تعالى تعالى بجعه بجعه. ايه ده؟ ده القرع كبير قوي. بص اهي. امال ليه اكلهم؟ بس مش عاوزين ياكلوا من ايدي. انا هخليهم يوم ما يجوا لي دلوقتي. هاخدهم منك انت. دلوقتي يا جدعان وصلنا عند بيت فرس النهر. هوريه لكم دلوقتي. فرس النهر ضخم قوي. بقه كبير قوي. قوي قوي قوي.
عايز اروح اكله هناك. عايز تاكلي ايه؟ هاكله عز. عايز اكله بقى، تعالى ما نشوف. فرس النهر. الله. يا نهار ابيض يا الجزارة الصغيرة دي تشبعه. ده تقريبا الولد، تقريبا ده هو ممكن ينط ياكلني؟ اه ممكن بجد والله. بصوا عامل ازاي؟ طريق السلامة انت. الفرس تيجي تخلف فرس ونسميه فرس؟ تيجي تخلف بنت سماها استظراف؟ تعال تعال عايز تاكل؟ انت عايز تاكل الكبير ليه؟ هيطلع فجأة دلوقتي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مونتو؟ مستني ايه؟ مستني حاجه كبيره تنزل يا جدعان. دلوقتي معز خد القرار المتهور. ايه القرار المتهور اللي انت خدتيه؟ مفيش اتصور معاه. تصوري مع فرس النهر؟ لو خلني يا جماعه هيبقوا افتكروني. ربنا يستر. ادعوا لي ربنا يستر، ده بيخوفني اكتر. خش يا استاذ. يلا خش يا استاذ. عايز ياكل. في واحد تاني جوه، في واحد تاني جوه، في واحد كبير اهو. الله الله ايه ده؟ ده ضخم قوي. احمد ده كبير قوي ده. اه مش مخيف قوي يا احمد، مخيف قوي. ده يا جدعان الطبع الخسيس، خسيس الطبع العوض غضار. بياكل الفريسه وهي حيه. يعني ايه بياكلها وهي حيه؟ يعني بيبقى تبقى صاحيه كده وهو يقعد ينهش فيها لحد ما تموت. ايه ده يعني مش بيموتها زي الاسد الاول من رقبتها؟ لا بجد والله. اه والله مش جدع. لا مش متصوره معايا خالص. لعبه. ها حد ياكل تمر وشيرين؟ عايز تاكلي؟ يلا عايز اكل تمر وشيرين. ماشي اكلي تمر وشيرين ولا حسام وشيرين. ياكل بمعلقه ها؟ ما بياكلش لحمه؟ ده رز. ياكل رز. بياكل رز وبياكل لحمه مسلوقه. احمد تيجي نشتري دب؟ يلا. كام ده؟ بكام ايه؟ دب. لا ما بيتباعش خالص؟ اه حد عايز ياكله؟ احمد ابغى دب. بص يا جماعه احنا لقينا في حديقه الحيوان هنا حيوان غريب جدا بقى نادر عمرنا ما شفناه ابدا في حياتنا. بصوا ما تزعلوش مني. احنا شاورجيه ايه ده؟ الله بتاكل. لا بتطلع رقبتها بره عادي. عادي خليها بره، خليها بره عشان تطلع رقبتها. الله. هي بتعدي صح؟ لا لا بس يعني هو انا ممكن المسها؟ عادي المسها انت. ايوه يا ام عزوز انت اكلتي كل الحيوانات اللي في الجنينه النهارده ها؟ طيبه. مبسوطه؟ ايوه. ايه يابا؟ ايه يابا؟ في ايه يابا؟ في ايه يابا؟ حاضر حاضر. ماما جايه بتاكل بس الحيوانات وجايه. طبعا عزوز مقرف دلوقتي لسه صاحي من النوم وتقريبا جعان يعني، فاحنا مش معقول هيبقى بناكل حيوانات. لا مش فاضي. وبني ادمين ما بياكلوش. لا لا سوري يا عز. لازم تاكليه. ما مش حاجه. حلو. احمد مش حلو يا احمد. عارف جلده زي ما يكون اشهر. ايوه ايوه. شبه ناس اعرفها. الله شيل يا عم بيفرفش يا عم. شيل يلا شيل يلا. هو احنا بيجري خليك سلطان. اسد ولد ولد عزة. Oh my God.
دلوقتي بقى حانت لحظة الحقيقة، عايزين نروح نجيب القرود الشمبانسي. هنبص على قرود الشمبانسي وقرود النسانيس. ايه رأيك؟ قرود صغنون بيبيهات لو اي شكل عصور. عد 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 انتوا فيكم شبه من بعض كده. ايه دلوقتي يا جماعه؟ زي ما اكلنا الحيوانات كلها، فالحق على زوز برضو ان هو ياكل زي ما انتم شايفين كده. زق لك اللبن اهو. اشف اشف. ودلوقتي احمد هيودينا عشان نتغدى. ودت الفلاح خليك دايما مرتاح. بس يا جدعان، وفي النهايه جينا عشان ناكل كمان قدام البحر. معانا اهو كبده الفلاح وشيبسي وبيبسي. اتفضلوا معانا بقى، مش تعملوا لايك وسبسكرايب. نشوفكم فيديو جاي.